كل حال سبحان مغير الأحوال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل الضلال، ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى صحبه والآل وعلى من سار على ذلك المنوال. أما بعد، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. وإذا أصبت بفقد أم أو أب فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرء غير مخلد. وإذا أصبت بفقد أم أو أب فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عيد المسلمين، فرح الأمة الإسلامية، وهو احتفال بالأخلاق النبوية، واحتفاء بالشمائل المحمدية، واقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، واتساء بأخلاقه وأحواله صلى الله عليه وآله وسلم في السراء والضراء، في الفرح والترح، في السرور والحبور وأحوال المنح والعطايا، وفي الحزن وفي أحوال البلايا والمصائب. ومن مقامات العارفين بالله تبارك وتعالى مقام المحبة، ونحن نحتفل دائما بمحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، راجين أن نحشر معه عليه الصلاة والسلام، تصديقا لقوله فيما رواه سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: المرء مع من أحب. قال: ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقام اليقين، وفي مقام التوكل، وفي مقام كذا ومقام كذا، ويغفر الناس عن مقام من أعظم المقامات كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه قدوة للأمة الإسلامية وإماما للبشرية، ألا وهو مقام الصبر. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما الابتلاء من الله تبارك وتعالى فهو حكم رباني وقضاء أزلي، ولذلك جاء بنون الجمع الدالة على التعظيم، لأنه سبحانه وتعالى المتفرد بالقهر والجبروت في الملك والملكوت، فقال تبارك وتعالى: ولنبلونكم. وجاء الخطاب لبني الإنسان جميعا: ولنبلونكم جميعا، ولنبلونكم. ثم قال تبارك وتعالى: بشيء. وهنا التنكير إما أن يكون للتعظيم وإما أن يكون للتقليل. أما وجه التعظيم فهو أنه من الله تبارك وتعالى، وأما وجه التقليل فهو بالمقارنة إلى ما ينزل بغيرك أيها الإنسان، فما نزل بك إنما هو شيء قليل. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقد أدرج الله تبارك وتعالى هنا جميع أنواع المصائب والبلايا. ثم جاء الالتفات في الخطاب، وهو التفات يغفل عنه من يقرأ هذه الآية إلا أن يكون من العلماء،
وبشر الصابرين، أي وبشر يا أيها النبي الصابرين. فالالتفات من مقام المتكلم، مقام القدرة والقوة والجبروت، إلى خطاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبشر. والنبي عليه الصلاة والسلام غير مذكور، وإنما هو مقدر. بشر يا محمد، مستتر ضميره، مستتر وجوبا فاعل. بشر يا محمد، هكذا تجد في كتب التفسير، وأقربها إلينا تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، يقول فيه: وبشر أي يا محمد الصابرين. وقد نظرت في هذا التقدير فوجدته تقديرا غريبا عجيبا، لأن التقدير إنما يكون من جنس الكلام المتكلم به، والله تبارك وتعالى لم يقل في القرآن الكريم يا محمد أبدا، لم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام باسمه، وإنما خاطبه بألقاب تعظيما له عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. وما قال الله تبارك وتعالى يا محمد؟ قال: يا موسى أقبل ولا تخف، يوسف أعرض عن هذا، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، ولم يقل يا محمد، إنما أخبر عنه محمد رسول الله في مواضع أربعة ذكر فيها اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز. لذلك يقول الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط، يقول في كتابه فصائل ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: إن الله تبارك وتعالى أجرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم 7000 مرة، ما بين تصريح وتلميح وتنويح وإشارة وضمير وأمر وإخبار، 7000 مرة، أكثر من عدد آل القرآن العزيز. وهذا من جملة المواضع التي أشار فيها الحق سبحانه وتعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، بياناً لمقامه عليه الصلاة والسلام في الصبر. وبشر يا أيها النبي الصابرين، وإنما تكون البشارة ممن بلغ أعلى درجات الصبر. لذلك تأهل عليه الصلاة والسلام لأن يأتي بالبشارة للصابرين، فمن فقد أباه فقد النبي عليه الصلاة والسلام أباه وهو صغير، ومن فقد أمه فقد النبي عليه الصلاة والسلام أمه، ومن فقد زوجه فقد فقد النبي عليه الصلاة والسلام زوجه، ومن فقد ولده فقد فقد النبي عليه الصلاة والسلام ولده، وكذلك من فقد عمه، ومن فقد أخاه، ومن فقد ومن فقد ومن فقد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوة للمسلمين إلى يوم القيامة في الصبر على أنواع المصائب والبلايا، جميع أنواع المصائب والبلايا. هذا في فقه الأحبة، أما في الأذى الذي ناله عليه الصلاة والسلام من قوم من سباب وسخرية واستهزاء، وهو أذى معنوي، وما ناله عليه الصلاة والسلام من أذى في جسده الشريف حتى أقروا به سفهاءهم وصبيانهم وهو راجع من الطائف عليه الصلاة والسلام، يرمونه بالحجارة حتى لجأ إلى حائط، أي إلى بستان، فجعل يدعو الله تبارك وتعالى: اللهم إليك أشكو ضعف حالي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وربي، إلى من تكلني؟ إلى ضعيف يتجهمني، أم إلى قوي ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بالله من غضبك. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أي لا أبالي ما حل بي من أذى، لا أبالي ما حل بي من بلاء، لا أبالي، لأن رضوان الله تبارك وتعالى أعظم.
ورضوان من الله أكبر. قال العارفون بالله تبارك وتعالى مقام الرضا والرضوان أعظم المقامات بنص الكتاب العزيز، ورضوان من الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام أدب أصحابه بالصبر. كان مرة في البقيع، فمر على امرأة تبكي عند قبر لها، ولم تكن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم تنظر إليه ولم تميز وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، لم تميز صوته الشريف عليه الصلاة والسلام، وهي تبكي على فقد ولد لها عند قبره. فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: لم تصب بمثل ما أصبت به. مضى النبي عليه الصلاة والسلام وبقي أصحابه من خلفه، فأخبروا المرأة به: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحقت به عليه الصلاة والسلام حتى وصلت إليه وهو في المسجد النبوي الشريف أو في بيته، فقالت: أصبر يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا من جوامع كلمة الشريفة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي عندما ينزل البلاء. ما هو موقف الله؟ ما هو موقف المؤمن؟ نحن نصلي الصلوات الخمس ونذكر الله تبارك وتعالى في الصباح والمساء، ونصوم شهر رمضان استعدادا لكل ما ينزل بنا من ترح أو فرح، حتى إذا حل بالإنسان فرح لا يسهو بنفسه ولا يزهى بنفسه، وإنما يشكر الله تبارك وتعالى. وإذا حل به ترح لا يغضب ويخرج عن حدود الأدب، وإنما يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ما رأيناه في أحوال الأمة المغربية، في أحوال الشعب المغربي الكريم، عند نزول البلاء رجع إلى الله تبارك وتعالى. ما تجد على ألسنة الناس إلا ذكر الله في ساعة الزلزال وقبل الزلزال وبعد الزلزال، يرجعون إلى الله تبارك وتعالى في كل أمر، لأنهم نشأوا على حب الله، نشأوا على حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما يخطر بالبال عند نزول البلاء إنما هو الله تبارك وتعالى. يا الله، يا لطيف، الله أكبر. هذه كلمات فيها دعاء للحق سبحانه وتعالى ورجوع إليه. أما أن يقول الإنسان: ماذا حدث هذا لي؟ لماذا يحدث هذا يا رب؟ هذا أشبه بالاعتراض، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. بل إن الإمام ابن جرير الطبري ذكر في تفسير هذه الآية عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال: من ضرب كفه بفخذه عند نزول المصيبة فقد حبط ثواب صبره. قال: لأن الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا تأسيس في الإسلام لما يسمى برد الفعل، تقنين رد الفعل، أي أن يكون رد فعلك لكل أمر يفجأك طبقا للسنة النبوية وتبعا للأخلاق المحمدية، لا أن يكون من الطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية تميل إلى النظر، تميل إلى الاعتراض، تميل إلى الأنانية، ولكن الأخلاق المحمدية التي أمرنا بالاقتداء بها والتأسي بها تميل إلى الإيثار، تميل إلى الرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى، تميل إلى إنكار الذات، تميل إلى حب الغير للغير. لذلك يقول الشيخ الأكبر سيدنا محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه في رسالة له في كتاب له نفيس سماه لا يعول عليه، كتاب لا يعول عليه، قال: الصبر الثاني لا يعول عليه، يعني المعول على الصبر الأول عند نزول المصيبة، هذا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب،
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلماء: لكل مقام ولكل عمل ولكل حال حسن ثواب مقدر، إلا الصبر فإن الله تبارك وتعالى جعل حسابه بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مقام الصبر يقود إلى الجنة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. فكلما نزلت بالمرء مصيبة من المصائب ينبغي أن يقارن هذه المصيبة بمصيبة فقد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما بدأنا الكلام به: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرض غير مخلد، وإذا أصبت بفقد أم أو أب فاذكر مصابك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. ما هو الفرط؟ أصل الحديث جاء في من فقد ثلاث بنات كنا له فرطا يوم القيامة، ومن فقد بنتين كنا له فرطا يوم القيامة، ومن فقد بنتا كانت له فرطا يوم القيامة، ومن لم يكن له فرط قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرط لأمتي لن يصاب الله عليه وسلم. الفرط هو الذي يسبق المرء إلى مكانه في الجنة فيهيئه له ويستقبله فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرط للأمة المحمدية، فرط لكل من نزل به بلاء، لكن نعرف قدره الشريف صلى الله عليه وسلم؟ وهل نعرف قدر البعد عنه؟ وهل نعرف أثر فقده صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الكرام قد أظلمت المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو بكر وعمر ذهبا إلى أم أيمن بركة الحبشية حاضنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمه من الرضاعة في بعض الروايات، يستذكران المصطفى عليه الصلاة والسلام ويصلان رحمه. فظننا أنها إنما تبكي لفقد المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت تشهد المصطفى عليه الصلاة والسلام وتشهد حياته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وإنما لفتت أنظارهما إلى ما هو أعلى من ذلك. قال: والله ما أبكي لفقد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تفقده، لم تفقد، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء عن الأرض، أي لانقطاع الوحي. كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل بالمسلمين أمر ينزل فيه الوحي من السماء، فلما قبض المصطفى صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وهي بهذا تلفت نظر سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر إلى حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام في قبر الشريف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول العقيدة، حتى أن الإمام الحافظ أبا بكر البيهقي الأشعري أدرجه في جملة أصول أهل السنة والجماعة في كتابه الاعتقاد. فنحن نعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام حي طري في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام، تبلغه الملائكة صلاة من يصلي عليه، ويرد سلام من يسلم عليه، كما جاء في الحديث الشريف: إن عند رأسي ملكا يبلغني الصلاة علي من أمتي، إلا يوم الجمعة فإني أسمع بأذني وأرد بلساني. قالوا: وكيف تسمع يا رسول الله وقد فهمت أو أرضت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. تأتي ذكرى المولد النبوي الشريف لتعيد إلى قلوبنا ذكرى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتحرك فيها لواعج الحب والشوق له عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: واشوقاه واشوقاه إلى إخواني، قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون من بعدكم يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. أتود أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام وتضع مالك كله في سبيل الله
لله عز وجل. ألا تنام الليل وأنت تحلم أن ترى المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ كل منا ينام. وغاية الفقهاء أن يقولوا انوي من النوم التقوي على طاعة الله ليكون لك عبادة وتؤجر عليه. لكن والدي رحمه الله تعالى وهو علامة الشام والكبار العارفين لله عز وجل أدبنا منذ الصبا قال: تعرف ماذا تنام؟ قال: إنك لا يمكن أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في المنام، لا يمكن لكي ترى النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا لسبب واحد لكي أرى النبي عليه الصلاة والسلام، والتقوي على طاعة الله حاصل، واجتماع النيات وتعدد النيات وارد في الشريعة الإسلامية، ويثاب الإنسان على كل نية. لأننا يعني لم نصل إلى مقام أولئك الذين يجتمعون للنبي عليه الصلاة والسلام يقظة، والاجتماع للنبي عليه الصلاة والسلام يقظة أمر حاصل حصل لجمع من أولياء الله تبارك وتعالى الكبار، وأثبته جماعة من الحفاظ والعارفين لله عز وجل. نحتفل بهذه الذكرى في هذه الظروف الصعبة والأيام التي نزلت فيها هذه الحادثة العظيمة في المملكة المغربية، ونحن أشد تمسكا بالأخلاق النبوية، وأشد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام واتباعا له، ورأينا الأمة المغربية والشعب المغربي يخرج من هذه المصيبة وهو أقوى بمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المغرب معروف منذ القدم شدة محبته وتعلقه بالجلال النبوي الشريف. ولا عجب أن أعظم كتاب ألف في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام هو كتاب دلائل الخيرات ومؤلفه مغربي، وأعظم كتاب ألف في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كتاب القاضي عياض، كتاب الشفاء لتعريف حقوق المصطفى مؤلفه مغربي، وأعظم قصيدة نظمت في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم على عصر الصحابة الكرام البردة للإمام البوصيري شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري الصنهاجي من صنهاجة مغربي. وحدد ما شئت، إن شئت ذكرت الكلاعية، وإن شئت ذكرت محمد المعطى الشرقاوي، وإن شئت ذكرت أقطارا وعلماء تفردوا المملكة المغربية في هذه الأرض المباركة ببيان قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيان فضائل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وتحريك قلوب المسلمين في الشرق والغرب لمحبته والشوق إليه واتباع سنته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإننا نشكر الله تبارك وتعالى على هذه المعاني التي وضعها في قلوبنا وفي الأرض المغربية، حتى أن أرض المغرب أشجعت حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا عجب، فالأسرة العلوية الشريفة خلاصة تلك البضعة النبوية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في سيدنا أمير المؤمنين الملك محمد السادس خلاصة تلك الأسرة العلوية ومجمع أمجاد آل البيت والعطرة الطاهرة. نسأل الله تبارك وتعالى يريده بالنصر والتأييد والتمكين، وأن يفتح له وأن يفتح على يديه، وأن يلبسه ثياب الصحة والقوة والسلامة، وأن يعز كلمته، وأن يرفع رايته، وأن يقوي وينصر دولته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في ولي عهده الأمين مولاي الحسن، وأن يشد عبده بأخيه السعيد المولى الرشيد، وأن يبارك في الأسرة العلوية المجيدة، وأن يجعل المملكة المغربية بلد أمن وأمان وسلم وسلام ورغد ورخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع البلاء عن هذه الأرض المباركة وعن جميع بلاد المسلمين، وأن يرفقنا وإياكم قرية الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن يوردنا على حوضه الشريف عليه الصلاة والسلام يوم الزحام، وأن يرزقنا مرافقته عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من دار السلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا من بركات الإمام القطب الجليل الشريف سيدي أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الوزاني رضي الله تعالى عنه،
الزاوية المباركة، ونختم بقراءة سورة الفاتحة لأرواح الشهداء الأبرار. نسأل الله تبارك وتعالى لهم أعالي الفردوس وعلى نية الشفاء للجرحى والمرضى، وعلى نية اللطف بالمصابين والمكروبين والمشردين وبالمغرب والمسلمين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون.